في جو تسوده روح التضامن والإخاء، أقيم ليلة أمس بملعب تشاكر بالبليدة إفطار جماعي لفائدة 3000 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. المبادرة في طبعتها الثانية بالولاية لقيت استحسان الحضور. هي البليدة تعودت بأكبر المائدات، وخاصة في هذا الملعب اللي يعتبر ملعب المعجزات، معجزة أخرى يحققها اليوم سكان ولاية البليدة بتنظيمهم لهذا المائدة الكبيرة. نجاح هذا الحفل كان بحوالي 30 يعني اجتماع دوري يومي على التنظيم. ربما راح تكون هذه المناسبة إطلاق مشروع اللي راح يلتف حوله المحسنين، اللي هو بناء مركز لهذه الفئة. فائدة من هذه المائدة ماشي غير باش نفطروا الناس برك، ما عندنا رسالة حبينا نوجهوها للمسؤولين تاعنا، بلي هذو الدراري شريحة كبيرة لازم نتكفلوا بهم، لازم نوفروا للجمعيات. أخذوا الصحة تدور هذه الأخ أنايا فهم تبتوها مرسي 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 موكو. كما عرفت مأدبة الإفطار حضور العديد من الوجوه الفنية والرياضية تشجيعا وتضامنا مع هذه الفئة. والله العظيم حاجة يعني راكم تشوفوا عرس كبير، الحمد لله يعني الناس هذو ما يحسوش روحهم وحدهم. إن شاء الله كاع لي ولاية في حيت عبر الوطن كاع يديروا هاد العفايس هذو، ما بصكوا حاجة مليحة، نفرحوا هما يفرحوا وحنا نفرحوا. وتبقى مثل هكذا مبادرات فرصة لتوثيق الألفة والمودة بين المسلمين، خاصة ونحن في أيام الشهر الفضيل.